معايا استاذ عمرو من البحيره. اتفضل يا استاذ عمرو. يا اهلا بحضرتك يا سامح. اهلا بيك يا فندم. اتفضل. يا اهلا بيك يا فندم. سيادتك دلوقتي احنا جمعيه ثروه حيوانيه من 85. ايوه. والحمد لله شغالين يعني. والنشاط بتاعها قائم وشغال. سيادتك كنت اعلنته من يومين الدكتور طارق سليمان على التوسع في المزارع والتراخيص يعني والمباني وكده. فدي هتخص المباني ولا يعني مش حضرتك يعني عندك مشروع قائم، عندك مشروع قائم بالنسبه للثروه الحيوانيه تمام؟ ايوه يا فندم عندي مشروع قائم. دي جمعيه يعني، الجمعيه يعني مرخصه ومشهره وما فيهاش اي مشاكل تمام؟ ايوه يا فندم ايوه. انت عايز تسال بقى عن التوسعات. التوسعات يعني التوسعات دي كانت بتحكمها ممكن الاستفاده من المشروع ده ان انا هستفيد بيه في مباني في توسعات ليا. التوسعات دي انا فاهمها كويس لان احنا كنا بنزور مزارع وبيقول انا عايز اتوسع في العنابر، في العنابر عايز اعمل مبنى اداري هنا، فتيجي الزراعه بتقول له لا صح؟ ايوه فهمت. مش مسموح لك، مش دي المساحه اللي مسموح بيها. فانت أيوة بتسال القرارات الجديده فيها توسعات ولا لا؟ ده اللي هجاوب لك عليه من خلال الدكتور طارق لان انا ما عنديش المعلومه كامله. ونشوف تتواصل مع اداره الانتاج الحيواني في المحافظه ولا هتيجي لرئيس قطاع تنميه الثروه الحيوانيه هرد عليك. التوسعات داخل المزارع نفسها القائمه المرخصه، كل مزرعه مرخصه ليها مساحه محدده ما يقدرش ان هو يزود فيه. يقول مثلا انا عندي 500 راس بقى عايز اخليهم 1000 مثلا، لا المساحه اللي عندك انت هتشتغل في نفس النطاق ده. النهارده القانون الجديد بيتيح التوسع ولا لا؟ ده اللي هنرجع فيه ونكلم دكتور طارق سليمان. معانا استاذ علي.